ما بين الرجاء والأمل تواصلت مسيرة العمل، وما بين الممكن والمستحيل طريق طويل. كان لزاما على مصر أن تقطعه برغم المخاطر، وأن تطوي المسافات لتقهر التحديات وتضرب المثل في إدارة الأزمات وتبني أكبر نهضة تنموية في تاريخها المعاصر. وسرعان ما أتى مشروع تنمية محور قناة السويس ثمارة بالعديد من الإنجازات المتتالية، من خلال مشروع تنمية شرق بورسعيد عبر النهوض بميناء شرق التفريعة وإقامة المناطق الصناعية واللوجستية والسكنية. وتحقق الوعد الرئاسي بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتشمل إلى جانب تطوير ميناء بورسعيد تطوير موانئ الغردقة، نويبع والسخنة. وامتدت شرايين التنمية إلى قلب سيناء عبر بناء أضخم مشروع أنفاق شمال الإسماعيلية وجنوب بورسعيد، وتدفقت ينابيع الخير إلى أرض الفيروز عبر مياه صحار سرابي. لا يمكن، طول ما أنا موجود مكاني ده والله ما كسيب الناس كده أبدا. ولم تنسى مصر ملف النهوض بالعشوائية عبر عشرات المشروعات الجديدة، ومنها مثالا لا حصرا مشروع حي الأسمرة ومشروع غيط العنب. لو الأمر يتطلب مننا إن إحنا ما ناكلش ويبقاش في وسطينا حد عايش كده. وتحقق حلم قديم بإنشاء العديد من التجمعات العمرانية الجديدة شرق قناة السويس عبر إنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة. وتغير شكل الحياة على طول المجرى الملاحي لقناة السويس من مدن القناة إلى كافة ربوع سيناء. وتواصل البناء على أرض مصر عبر المزيد من المشروعات القومية الكبرى. وواصلت مصر مسيرة التحدي والبناء بإنشاء أكبر مشروع سكني في تاريخها المعاصر، المشروع القومي لبناء 1,000,000 سكنية. وتغيرت وجه الخريطة العمرانية بإنشاء عشرات التجمعات السكنية تتقدمها 22 مدينة سكنية جديدة. وامتدت مسيرة البناء في كافة أرجاء مصر، وظهرت للنور المراحل الأولى لإنشاء مدينة العالمين الجديدة ضمن مشروع متكامل لتنمية الساحل الشمالي، مدينة مصرية بروح عالمية. وآن الأوان لتعلن العاصمة الإدارية الجديدة عن وجودها كدرة التاج في المدن المصرية الذكية، كواجهة حضارية تليق بأمة مصرية تتوق إلى مستقبل واعي. لازم نغير واقعنا ولازم نبني بلدنا بإيدينا. حيث شيدت عشرات المحاور والكباري العملاقة، وكان آخرها محور تحيا مصر كجزء من محور السخنة الضبعة. هذا المحور الذي شهد نجاح مصر في ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط وفقا لأعلى معايير الإنشاء العالمية، متوجة إنجازاتها في هذا المجال بمحور وكبري روض الفرج الملجم، والذي استحق أن يسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بوصفه أعرض الكباري الملجمة حول العالم. الشبكة القومية هتعطي قدرة حقيقية على ربط مصر ومدنها ومحافظاتها بشكل أفضل كتير من اللي موجود فيها. يبقى في بنية أساسية متطورة لدولة محترمة. البلد بتقوم، مصر بتقوم. وآلت مصر على نفسها إلا أن تحقق الاكتفاء الذاتي من غذائها عبر خطة طموحة تهدف لاستزراع واستصلاح 1,500,000 فدان. الموضوع بتاع 1,000,000 فدان مش استصلاح عبارة عن بير مية بنحفره، احنا عايزين نعمل ريف جديد متنظم مترتب، كل حاجة فيه للأهل اللي هيروحوا.
هكذا تغير لون الصحراء في منطقة الفرافرة كخطوة أولى. الهدف من الصوب أن مواطنينا تأكل كويس، إحنا مش هنصدر قبل ما نكفي احتياجات السوق المحلي. سرعان ما أعقبها المزيد عبر أضخم مشروع مصري من نوعه للبيوت والصوب الزراعية في نطاق قاعدة محمد نجيب العسكرية غرب منطقة الحمام وفي اللاهون بالفيوم والعاشر من رمضان وأبو سلطان وغيرها. ولتوفير رغيف خبز آمن كان المصريون على موعد تنموي جديد بإنشاء المركز اللوجستي لتخزين وتداول الحبوب. رؤية مصرية تنموية لطالما راعت حق المصريين في تأمين احتياجاتهم الحالية والمستقبلية من الغذاء. وتوالت الإنجازات في مجال أعمال البنية الأساسية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي وتحلية مياه البحر. يتعامل مشروع لاستزراع سمكي قد يكون الأكبر على مستوى مصر. وهكذا نجحت مصر في بناء أحد أكبر مشروعات الاستزراع السمكي حول العالم في بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ، نقلة نوعية للارتقاء بثروة مصر السمكية، منظومة متكاملة للاستزراع والتصنيع والتغليف وإنتاج الأعلاف مع إمكانات مستقبلية كبرى بتصدير الفائض إلى الخارج. نتكلم في 6 مصانع لصالح الاستزراع السمكي. قفزة تنموية صارت جنبا إلى جنب مع الانتهاء من إنشاء أكبر تجمع مصري لاستزراع الأسماك عبر أحواض الترسيب في نطاق قناة السويس. كان العمل ولم يزل يمضي على قدم وساق، ونجحت مصر في تخطي كافة العقبات وصولا إلى الهدف. وتحقق وعد جديد ببناء مشروع هضبة الجلالة، أرقى المنتجعات السياحية المصرية المتكاملة في العين السخنة بل وفي مصر كلها. وانطلق المارد المصري ليحقق المزيد من المشروعات القومية العملاقة في مجالات الطاقة باكتشاف العديد من آبار النفط والغاز، متوجا هذه المشروعات باكتشاف حقل ظهر. احنا بالفعل انجزنا مهمة الكهرباء والغاز بكل المصانع اللي موجودة بتعمل في مصر واللي هتعمل في مصر. نهضة مصرية مماثلة تجلت بإنشاء العشرات من محطات توليد الطاقة الكهربائية في العديد من المحافظات المصرية. وتواصلت الإنجازات التنموية بإنشاء العديد من القلاع الصناعية وفي القلب منها مدينة الأثاث بمحافظة دمياط. وشهدت صناعة البتروكيماوية إنشاء المزيد من الصروح الإنتاجية، كان آخرها مجمع العين السخنة والذي يشمل 9 مصانع كبرى في مجال البتروكيماوية. هذا فضلاً عن مجمع مصانع الأسمنت في بني سويف وغيرها من المصانع الجديدة. هو إيراد 90 مليون قليلة ولا إيه؟ ويبقى الأمل أن تظل الصحة تاجاً على رؤوس المصريين في هذا الجانب. حققت مصر نقلة كبرى بحملة 100 مليون صحة والقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة عشرات المستشفيات الجديدة. مصر بتطلع قدام بإرادة شعبها، بأمل شعبها. وتأبى الإرادة المصرية إلا أن تبقى أبية قوية رغم التحديات، وتشرق شمس تنموية جديدة عبر مسيرة من العطاء والبناء في كافة أرجاء مصر.